بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. ويقول المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور. أحبابنا الكرام، يجب الإيمان بوجود الملائكة وأنهم عباد لله مكرمون طائعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يتوالدون ولا يتناكحون، وهم أكثر عباد الله عددا. الملائكة عليهم السلام لا أحد يعلم عددهم إلا الله رب العالمين. فقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة أنه ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، فالسماوات السبع مليئة بالملائكة، وكذلك يوجد في الجنة من الملائكة، وكذلك هناك ملائكة يطوفون حول العرش. الملائكة كثر، ربنا سبحانه وتعالى هو العالم بعددهم، ولكنهم جميعا أي الملائكة أحباب الله أولياء الله طائعون لله رب العالمين. نعم، لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ويزيد في الخلق ما يشاء. وأما رئيسهم وأفضلهم فهو سيدنا جبريل الأمين عليه السلام، وهو الموكل بالوحي على أنبياء الله جميعا عليهم السلام، فهو أمين الوحي وهو رسول الله إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك من الملائكة العظام من رسل الملائكة من المقدمين في الملائكة سيدنا ميكائيل، وهو الملك الموكل بالنبات وبالمطر. وكذلك سيدنا إسرافيل، وهو الملك الموكل بالنفخ بالصور يوم القيامة. وكذلك سيدنا عزرائيل عليه السلام، وهو الملك الموكل بقبض أرواح العالمين، يقبض الأرواح بإذن من الله رب العالمين. وكذلك رضوان، وهو الملك المتصرف في الجنة خازن الجنة. وكذلك مالك، وهو خازن النار. وكذلك حملة العرش. والله سبحانه وتعالى جعل للملائكة وظائف عديدة، فمنهم من هو موكل بإيصال السلام من أفواه المؤمنين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو موكل بكتابة أقوال وأفعال العباد كرقيب وعتيد، ومن الملائكة من هو موكل
بزيارة عباد الله الأولياء الصالحين لينفحوهم بنفحات خير. نعم، ومن الملائكة من هو موكل بحفظ بني آدم من أذى الجن، ومن الملائكة من هو موكل بالسؤال في القبر إلى ما هنالك من وظائف عديدة. أحبابنا الكرام، يجب أن نؤمن بوجود الملائكة، لا كما يقول بعض السفهاء في أيامنا هذه من أن الملائكة لا وجود لهم، وإنما الملائكة عبارة عن قوى تدعو إلى الخير وليس لهم وجود في الحقيقة. فهذا تكذيب لما جاء به الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فالملائكة وجودهم حق، وكلهم عباد لله مكرمون طائعون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما ما يقوله بعض الناس من أن إبليس كان ملكا من الملائكة، فهذا غلط لا يوافق ما كان عليه السلف الصالح. يقول الله عز وجل عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس من الجن وليس من الملائكة. وكما تعرفون أن الملائكة خلقوا من نور، وأما إبليس فقد خلق من نار، أي لأنه من الجن، فالجن مخلوقون من نار كما جاء ذلك في شرعنا الحنيف. كذلك ما يقوله بعض الناس عن هاروت وماروت، وهما ملكان كريمان على الله عز وجل، نزلا إلى الأرض بأمر من الله ليعلموا الناس الفرق بين السحر وبين المعجزة، حتى يؤمن الناس بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما يقوله بعض الناس افتراء على هاروت وماروت من أنهما نزلا إلى الأرض وشربا الخمرة وارتكبا الزنا إلى آخر القصة، فهذه قصة مكذوبة لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى. أحبابنا الكرام، ليس كل شيء نسمعه من بعض الناس عن الملائكة نصدقهم، بل المرجع في هذا كتاب الله وحديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، ومن شتم الملائكة أو ملكا من الملائكة كعزرائيل عليه السلام فقد خرج من دائرة الإسلام وكذب القرآن الكريم. أحبابنا الكرام، نسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بعباده الصالحين، نسأله عز وجل أن يمدنا بأمداد الملائكة الكرام، إن الله على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.